أكد الرئيس السيسي على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التأكيد خلال مباحثاته مع رئيس جيبوتي على أهمية العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم. في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا.